نبدا بهارتس. الميثاق المفترض انها تعلنه النهارده حركه حماس. هارتس بتقول ايه؟ بتقول انه سوف يقبل فكره قيام دوله فلسطينيه داخل حدود 67 اللي كان بيرفضها. دي من وجهه نظر هارتس، دي متسرب عن الوثيقه. ولكن لن يتم الاعتراف بدوله اسرائيل. وفقا لمصادر من داخل حماس قالت لها هارتس انه سيتم الهجوم في هذا الميثاق على المؤسسه الصهيونيه كمشروع عدواني مبني على سلب الفلسطينيين حقوقهم، ولكن على النقيض من الميثاق الاصلي اللي هو كان في 88 المعركه هتكون ضد اسرائيل بدل من ما كان مكتوب في الميثاق حرب الإبادة ضد اليهود. الوثيقة المفترض تتضمن 11 فصل فيهم 41 مادة سيتم الإعلان فيها استقلال حماس، ده وفقا برضو اللي مكتوب في هارتس، عن حركتها الأم جماعة الإخوان، ولن يتم ذكر إن أي انتماء لجماعة الإخوان. وحماس بتقول بوصفها حركة تحرير فلسطينية لن تتدخل في شؤون الداخلية للبلدان الأخرى. ده المفروض هيكون موجود في الميثاق، هنتابع ونشوف إذا كان ده هيحصل ولا لا. كمان المفترض انه متوقع انه يتم الاعتراف بما اسمته هارتس النضال الشعبي اللا عنفي كاداه شرعيه لمحاربه الاحتلال بدل من كلمه الكفاح المسلح. اسماعيل هنيه نائب رئيس المكتب السياسي لحركه حماس قال ان الوثيقه الجديده دي لن تقود المبادئ الخاصه بحركه حماس ولا الاستراتيجيه، وان القدس وحق العوده والوحده الفلسطينيه وقوات المقاومه هي المبادئ الاساسيه. ده اللي موجود في هارتس.